اهلا بحضراتكم، وطبعا حرصا منا على الصحه، على نظام تغذيه سليم. طبعا الايام اللي جايه ايام اكل وطعام واضاحي، وكيف نتعامل بهذا الشكل السليم والصحي. يسعدنا ان يكون معنا الدكتور مصطفى ساري، خبير التغذيه العالمي. دكتور مصطفى اهلا بك. اهلا بك. أهلاً. وسعيد ان التقي بك كما التقيت بك العام الماضي في يوم عرفه. كل سنه وانت طيب، واكيد طبعا يعني ده يوم جميل جدا طبعا، وجميل جدا ان انا بلتقي بحضرتك في البرنامج، وان انا بكون موجود معاك في البرنامج عشان ندي معلومه كويسه للساده المشاهدين اللي بيتفرجوا يعني. وربنا يرزقنا نفحات هذا اليوم يا رب، ونصائح هذا اليوم يا رب. دكتور مصطفى، يعني في البدايه ازاي نتعامل بشكل سليم مع الاضحيه؟ من البدايه. طبعا هي يعني زي ما كل البيطريين بيقولوا لنا ان احنا لازم نختار الاضحيه السليمه اللي هي ما فيهاش مرض او مش عيانه، ويبقى مكشوف عليها في الطب البيطري كاشف عليها وان هي كويسه. يعني اجيب حاجه حتى لو من مكان الشرعيه لازم تكون كده يعني. بالظبط، حاجه مضمونه من مكان مضمون وسليمه. طيب انا بقى انا يعني المنوط بينا هنا ايه؟ ان احنا من ساعه ما هتتذبح هناكلها ازاي؟ يعني انا جاي عشان اقول انت هتاكل انهي حته في الذبيحه او في الاضحيه عشان تستفيد بيها وما تعملكش مشاكل. لان انت عارف ان العيد الاضحى هي السمه فيه الذبح، او بعد ما بتضحي الناس كلها بتتجمع وبتاكل. المصريين بيقعدوا يتجمعوا ياكلوا فته، العرب او المسلمين بصفه عامه في العالم كله بعد الاضحى بيقعدوا ياكلوا من الاضحيه ديت، يعني سنه يعني. فاحنا يعني منوطين هنا ان احنا نقول هتاكل ايه في الحته دي؟ هتاكل ازاي بقى؟ هتاكل ايه ازاي؟ واحسن حته في الحته دي. اولا يعني في الذبح يعني لازم تتصفى دم الاضحيه. دي نقطه بقى مهمه جدا عشان نبدا البدايه الحقيقيه. لازم تتصفى دم الاضحيه تماما. يعني صفى دم، يعني لازم ما يبقاش فيها دم عشان الدم ما يتجلطش والدم ما يبوظش. عشان كده الذبح بالطريقه الاسلاميه صحي اكتر من الذبح بالكهرباء والكلام ده كله، عشان نقطة مهمه جدا، عشان بتخلص من الدم. لا، وبسم الله الله اكبر والتسميه دي. بالظبط. وانك ما تفصلش الرقبه كمان، دي مهمه جدا، ما تفصلش رقبه الاضحيه، مهمه جدا عشان تقدر يعني تتخلص من الدم بالكامل اللي جواها، ما يترسبش الدم، لان الدم ده ممكن يتحول لماده تفسد اللحمه. فيعني حتى يعني في سنه عن الرسول بيقول ان هو ما تفصلش راس الاضحيه. طب ليه ما تفصلش راس الاضحيه؟ ونركز عليها شويه. ليه؟ نركز ليه بقى؟ عشان تتخلص من الدم. طب هتتخلص من الدم ازاي؟ ايوه، ما هو دي نقطه. طبيعي ان ضربات القلب الطبيعيه 80 ضربه، يعني لما بتبقى متعرض حضرتك لخطر او لمشاكل قلبك بيدق بسرعه جدا، صح؟ ليه القلب بيدق بسرعه لما تكون متعرض انت لمشكله او لخطر؟ لان في غده في الدماغ اسمها الغده النخاميه. الغده النخاميه دي بتدي تنبيه للقلب انه يضرب، يعني يضاعف عدد ضرباته بسرعه. فانت لما بتذبح الاضحيه انت معرضها للخطر، فبيحصل ان بيحصل تنبيه قمه الخطر بتموتها. فعشان كده ما تفصلش. عشان ليه بنقول ما تفصلش دماغها؟ عشان الغده النخاميه تبعت تنبيهات للقلب انه ينبض جامد فيتخلص من الدم، فتتخلص من الدم بسرعه. ده اتقالت سنه على فكره، يعني ده اتقالت، يعني الرسول قال سنه، قال ما تفصلش الراس بالكامل، سيب جزء احسن يعني الذبحه، احسن يعني اذبحها ويعني ما تفصلش راسه. احسن الذبحه يعني شوف كل ما هو مفيد وصحي يتنفس. ما هي كده كده اتذبحت، بس صلى ما الله تفصلش عليه وسلم. صلى الله عليه ما وسلم. تفصلش راسها ليه؟ عشان الغده النخاميه بتدي يعني عشان تتخلص من الدم بصفه عامه، لان الدم ده ممكن يسبب فساد للحمه بعد كده. خلاص اللحمه. في الاضحيه معظم الناس بتذبح ضاني او بتذبح الخرفان، اللي معظم الناس بتحذر منه وتقول لك ما تاكلش لحمه ضاني عشان اللحمه الضاني فيها دهن كتير. احنا هنتكلم بقى فيها كوليسترول. كلمنا بقى هنتكلم بقى عن اللحمه الضاني وطريقه اكل اللحمه الضاني. مش اللحمه الضاني بس، ما في بتلو وفي كندوز وفي وفي ما هتكلم في لحمه جملي. هنتكلم مقارنه بالحته. ايوه يعني عشان نسيب حاجه يعني. فاللحمه الضاني او اللحمه بصفه عامه احسن مكان تاكل منه اللحمه ما فيهاش دهون كتير هي لحمه الرقبه والظهر
والفخده بتاعت ولحمه الفخده، يبقى الرقبه والظهر والفخده، ده احسن مكان في اي ذبيحه هتلاقيه، اللي هو المكان القريب من العظم، الفخده والظهر. طيب اللحمه الضاني، معظم الناس عندها اعتقاد ان اللحمه الضاني لحمه سمينه وكلها دهن وبتزود الكوليسترول وبتزود. اللحمه الضاني اسهل لحمه في اللحوم دي كلها في هضمها، اسهل لحمه في هضمها، لحمه طريه وبتتهضم بسرعه وسهله الهضم. ثانيا نسبه السيلينيوم اللي فيها عاليه جدا، فهي فيها مواد مضاده للاكسده، فالناس اللي عندهم زهايمر والناس اللي عندهم امراض الشفافه ياكلوا لحمه ضاني، بس لحمه ضاني حمراء. نسبه الدهن المشبع اللي في اللي في اللحمه الضاني لنسبه الدهن الغير مشبع 36 ل او 35 ل 65، عكس اللحوم الثانيه نسبه الدهن المشبع. انا هشرحها الحته أيوة دي عشان بس من 40 ل 50. يعني ايه الدهن المشبع؟ الدهن المشبع اللي هو الدهن الضار، اللي هو بيزود الكوليسترول وبيعمل المشاكل الصحيه وبيسبب لك حموضه وبيسبب لك وجع والكلام ده كله. يعني في دهن ضار ودهن غير ضار. دهن مشبع ودهن غير مشبع. الدهن المشبع اللي هو الدهن المشبع اللي هو دهن الضار، اللي هو الجامد، اللي هو تلاقيه لونه ابيض ومتجمد. اللي هو الدهن الغير مشبع اللي هو السايل، اللي هو الدهون السائل اللي هي بتبقى دايبه في صحيح. النسيج بتاع اللحمه، يعني اي لحمه بيبقى فيها دهن، نسبه دهن، مش موضوع انك انت بتشوف الدهن الابيض ده، لا، في جوه النسيج ده بنسميها لحمه ملبسه يعني. الملبس الملبس ده هو الابيض، الدهن الابيض ده اللي هو الايه المشبع، المشبع اللي هو الدهن الابيض. احنا بنتكلم الدهن اللي جوه النسيج، احنا بنتكلم على الخرفان، بنتكلم على الضاني، لا بتكلم على الدهن بصفه عامه دلوقتي. بنتكلم على اللحمه. يعني في نسبه الدهن في الدهن عموما في اللحمه دهن مشبع ودهن غير مشبع. الدهن المشبع في اللحمه الضاني لا يتعدى ال 36%، الدهن المشبع في البقري من 40 ل 50%. نسبة عالية. نسبة عالية أكتر من الضاني. الدهن بقى الغير مشبع اللي هو الانساتيوريتد مونو فاتس، اللي هو الدهن اللي هو الصحي، اللي هو زي اللي هو اللي فيه أوميجا 6 وأوميجا 9، اللي هو زي اللي في زيت الزيتون، اللي هو الدهن مفيد صحيًا، مش يعني مش هيبقى مفيد صحيا، مش هيزود لي وزن، هيزود لي وزني، بس هو بيحتوي على عناصر غذائيه صحيه اكتر. ده نسبته في اللحمه الضاني 65%، ونسبته في اللحمه البقري واللحمه الثانيه من 50 ل 45%. اذا نسبه الدهون المشبعه في اللحمه الضاني اقل من نسبه الدهون المشبعه في اللحمه البقري. طيب احسن جزئيه اخد منها دهون فيها اوميجا 3 وفيها فوائد صحيه ايه في الذبيحه؟ الفخده، وش الفخده ده، اي ذبيحه، اي ذبيحه وش الفخده دي بتبقى فيها نسبه الدهون الغير مشبعه عاليه، يبقى الفخده احسن حته في اللحمه، يعني احسن حته ننقي منها. الناس اللي هم عايزين ياكلوا لحمه وعندهم مشاكل صحيه ومش عايزين ياكلوا لحمه بكميات كبيره، يبقى يختاروا الجزئيه دي من اللحمه، لحمه الفخده. ودي بننصح بها الناس اللي عندهم مشاكل، يعني في بعض الدكاتره تقول لك ايه، لا مرضى القلب ما ياكلوش لحمه، لا ياكلوا لحمه، بس ياكلوا لحمه الصحيه. حكم قاسي عدم الاكل ده يعني. طبعا يعني حرام انك انت تمنع، اصل الاكل ده متعه. وحرام ان انا امنع بني ادم ان هو يستمتع بالاكل. ده اهم يعني متعه يعني. بالظبط. فالعيد فرحه، ولا هنقول العيد فته كمان يعني، لان العيد الكبير بيبقى فته مش فرحه. في فته وفي فرحه. ما ينفعش تيجي تقول للناس في العيد وهم متجمعين اعمل رجيم وما تاكلش اول يوم العيد، ينفع؟ مستحيل. يعني هتضايقه. يعني مع عمليه انك انت تنقص وزنك او تغير نمط حياتك او تعيش بلايف ستايل كويس، انك تبقى قاعد عايش حياتك عاديه العاديه، يعني في عيد اهو، النهارده عيد، هاكل بس هاكل بطريقه صحيه. يبقى اللي انا طالع اقوله النهارده عشان ازاي تاكل بطريقه صحيه، اكل كويس واكل العيد مع الناس وما يضركش، وما يضركش جسمك. دكتور مصطفى، يمكن انا سمعت بعض الدكاتره بيقولوا احيانا ممكن النهي عن حاجه معينه كاكل اللحم مثلا، قلت له ما تاكلش في اليوم ده، ضرره النفسي اكتر من اللي ممكن لو اكل مش هيتضر زي ما هيتضر لو امتنع او تم منعه عن ممارسه عاده الاكل في يوم العيد. بص، الممنوع مرغوب، والاكزاجيريشن او المنع التام ما بيأديش
يعني لنتائج مظبوطه او نتائج السليمه اللي انت عايزها. لما منعك تماما من اي حاجه اقول لك لا 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 لا، هتضطر تفلت، هتضطر تعمل بقى خلاص بقى هي موتة ولا اكتر زي ما بيقولوا. انا هاكل يعني، انا نفسي اكل لحمك. فانا زي ما بقول كده بقول لك ايه، انت تغير النمط الحياتي بتاعك بطريقه صحيه، وتاكل بطريقه صحيه، وبتاكل بطريقه معتدله. فاحنا بنتكلم على اختيار يعني، مثلا يعني انا بقول اهو يعني بعض الناس اللي هي الممنوعه من اكل اللحوم، ليه الناس ممنوعه من اكل اللحوم؟ عشان الدهون المشبعه اللي انا قلت. عشان كده انا حرصت ان انا اقول في البدايه دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. الدهون المشبعه معظم الدكاتره بتاعه القلب او بتوع الكلى بيمنعوا القصه دي عشان الدهون المشبعه وعشان حته اليوريك اسيد اللي موجوده في اللحم. طيب لو انا جيت في اللحمه الضاني مثلا، اللحمه الضاني الدهون المشبعه فيها اقل من اللحوم العاديه. طب في اجزاء من اللحمه الضاني اللي هي الفخده مثلا الدهون المشبعه فيها اقل بكتير من اي حته في اللحمه الضاني الثانيه. طيب ال 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 الفوائد الصحيه للدهون الغير مشبعه في اللحمه الضاني اللي على وش الفخده هتفيدني كويس قوي. فانا هقول للفرد اللي عنده مشكله او ممنوع من اكل اللحمه ياكل منها. في حاجة تانية في اللحمة قبل ما نخش في حاجة تانية معايا الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية المصرية في الحج. دكتور محمد أهلا بيك. أهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة طيبين وبلدنا بخير يا رب. يا رب، وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله يا دكتور محمد. اللهم آمين، ومعنا جميعا هنا دايما يا رب دايما. طمنا على الأجواء عند حضرتك والأحوال الصحية للحجاج المصريين. الحمد لله حجاجنا بخير، والموضوع اللي قلق لنا في مصر امبارح تغيرات المناخ اللي حصلت الرياح والتربه وبعدين الامطار الغزيره، اللهم لك الحمد صدقنا استمعوا النصائح الفريق الوقائي اللي انتشر في المخيمات. ايوه اللي هم التزموا جوه المخيمات وفرقنا عليهم المنطقات على طول. الحمد لله. وزعناها عليهم وادالهم التزموا جوه، فالحمد لله ما حصلش اي حاجه غير عاديه. اكثر من اربع خمس حالات عادوا من ادوار درس بسيطه الكلام ده امبارح. جميع حجاجنا اللي في المستشفيات اللي هم عاملين عمليات او جراحات 35 حاله، 33 حاله تم تصعيدهم لعرفه في قافله تحت الاشراف السعودي التام وبمرافق طبيه كامله، وحالتين فقط يتعذر طرقهم لانهم حالتين حرجه جدا. مرضى الفشل الكلوي كلهم غسلوا الجلسات بتاعتهم في مواعيدهم، وكل مريض معاه طبيب واداري مرافق ليه يعمل له الجلسه في عرفه او منى حتى بكره لما نروح. احنا عاملين جدول وعاملين نبطشات، احنا عاملين نبطشات في مستشفيات عرفه ونبطشات مستثمرة بنتابع، وفي تنسيق مع الجانب السعودي غير مسبوق وغير عادي. طبعا يعني المرقى دعم وتعاون كبير جدا جدا. ودي رسالة تحية حب وتقدير واعزاز لكل ما تبذله السعودية حقيقة لراحة الحجاج. حقيقة أنا جيت قبل كده، لكن السنة دي حاجة غير مسبوقة. أنت بتدخل في أي مكان تقول مصر. مصر دي حاجة كبيرة جدا، والناس عارفة قيمة مصر وبتقدرنا بطريقه كبيره جدا، وليهم كل التحيه بجد على التعاون. وجميع حالاتنا بيستقبلوها يعني باسلوب مش قادر اوصف لحضرتك بمنتهى الكرم والرعايه الكامله، يعني بعنايه خاصه، يعني بين قوسين بعنايه خاصه. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان، اتفضل، ان البعثه الوحيده اللي سمح حيوليها تخش الغرفه المركزيه للتحكم والسيطره اللي تشرف على الخدمه الصحيه اللي مملكه العربيه السعوديه. الله، ما سمحوش لاي بعثه ثانيه غير مصر، وتنسيق كامل معانا ان يدونا بيانات حجاجنا لو حد لا قدر الله توفى او حد اصيب ودخل مستشفى احنا نعرف في اول لحظه. طيب بيانات الوفيات لحد دلوقتي بالنسبه للحجاج المصريين؟ احنا عندنا 20 حاله كلهم وفيات طبيعيه. ايوه، ما عدا حاله واحده كانت حادث سياره من بقى اربع ايام. ايوه، كل الحالات وفاه طبيعيه، سن كبير مع امراض مزمنه. الحمد لله ما فيش اوبئه ادت لكوارث، مفيش حوادث جماعيه، فضل ربنا علينا الحمد لله. دكتور استعدادنا كبعثه طبيه فرق كبير جدا ان احنا عملنا الملف الطبي لكل حاج وبقى معانا معلومه طبيه كامله. فدي فرقت معانا طبعا في الحالات الطبيه طبعا، وفرقت معانا في استعدادنا في الادويه. احنا جايبين 15 طن حجاجنا، احنا استهلكنا 50% فقط من الكميه في الفتره اللي فاتت اللي هي الفتره الكثيفه يعني. طيب معانا ادويه بدايه، معانا مستلزمات بدايه ان شاء الله.
دكتور محمد، كيف ترى الأجواء النهاردة، درجة الحرارة، الإشراف، اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي؟ بص، احنا ادينا تعليمات للحداد ما يطلعوش في الشمس دي خالص. ايوه، ويلتزموا في المخيمات، يأدوا المناسك في المخيم وكلها عرض، وبقدر المستطاع نسبة كبيرة جدا جدا اتبعوا كلامنا ونفذوا. أنا بكلم حضرتك، أنا في الشارع دلوقتي في عرفة رايح على مستشفى نمرة، أطمن عن حالات هناك قبل ما نغادر عرفة. لا، الحمد لله حجاجنا بنسبة كبيرة جدا التزموا بالتعليمات الوقائية للفريق الوقائي، بقاله 3 أسابيع قاعد يحفظ ظله، اشرب مية كتير، أيوه، وقف الظل، عصاية، الطوارئ الطبيعية، التزم بالأدوية بتاعتك لأمراضك المزمنة. دي حالة توعية، حالة توعية شاملة لكل الحجاج في كل المخيمات بتاعتهم. في كل المخيمات، أنا عايز أقول لحضرتك في حاجة غير مسبوقة السنة دي حصلت، إن إحنا بنطلع الحجاج الغرف. يعني اللي بيعمل عملية، أيوة، بيتابعه في الغرفة بتاعته يوميا بعد ما يطلع من المستشفى. ما شاء الله. اللي بيغسل كلى النهاردة أنا بروح للفندق بكرة. ما شاء الله. عشان الجلسة عملت إيه؟ لو أي آثار جانبية عنده، لو في حالة كانت حالتها شديدة شوية ومحتاجة متابعة، الدكاترة بيطلعوا لها الغرفة يوميا. وفي فريق بيمر على الفرق دي، الموضوع فيه متابعه كبيره جدا، والناس بذل الجهد. يعني انا بقول لك انا فخور ب 359، احنا 350 كلنا، 359 مقاتل كانوا شغالين معايا، انا اقل واحد فيهم، كلهم بذلوا جهد غير عادي. يعني دكتور محمد شوقي، سعيد جدا وحضرتك بتقول بكل ما لديك من حضور في المكان وكل ما عندك من معلومات حقيقيه وصحيحه، بشكرك شكرا جزيلا، وشكر الله لكل البعثه الطبيه التي تقوم بهذا الدور الكبير والتعاون الرائع والعظيم من المؤسسات والسلطات السعوديه هناك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شوقي، وربنا يتقبل، وان شاء الله تعودون سالمين غانمين الى بلادكم. بشكرك شكرا جزيلا. برجع للدكتور مصطفى وبرحب بيه مرة أخرى. دكتور مصطفى، برجع برضو لفكرة أن إحنا رحنا للوش الفخدة، ناكل من وش الفخدة، طب الأماكن التانية نسيبها ما ناكلش منها ولا لا؟ هناكل منها طبعا. طب نتعامل إزاي معاها؟ ما إحنا بنتكلم على الأماكن الأكثر صحية في الأضحية، اللي هي اللي المفروض ان لو حد عنده مشكلة طبية او مشكلة عنده مشكلة منع ان هو ياكل لحوم والكلام ده كله، ياكل في من الحتة دي. هنيجي نتكلم على حاجة تانية، يعني برضو في الموضوع اللحم الضاني. اللحم الضاني بتحتوي على من مجموعة البيز، اللي هي فيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 وفي 1 وبي 2 وبي 3 والكلام ده كله. مجموعة البي دي في الفيتامينز بصفة عامة بتقللي الهوموسيستين اللي هو بيطلع من نتيجة البروتينز بتاع اللحمة اللي هو بيدمر الأوردة والشرايين والكلام ده كله. فالمجموعة دي في اللحمة الضاني بتبقى أعلى من اللحمة العادية البقري. عشان كده بنقول إن الناس اللي هي عندها مشكلة قلب، مشكلة في تناول اللحمة، عندها مرض في القلب أو مرض في الشرايين، وعندهم مشكلة في إن هم ما يأكلوهمش لحمة والكلام ده كله، فاللحمة الضاني لما تكون حمراء وخصوصا متاخده من على وش الفخده زي ما احنا بنقول، وما فيهاش دهون خالص، وبتتعمل بطريقه صحيه، طريقه صحيه، هتبقى مفيده للناس دي. ودي حاجه يعني بعض يعني حتى الناس متخصصه لما هتسمعنا واحنا بنقول الكلام ده، كلام جديد اول مره نقوله. يعني اللحمه الضاني يعني حتى الناس لحمه ضاني تتحسس، تقول تخاف، تقلق، كلها دهن وتقيله والكلام ده كله. لا، اللحمه الضاني يعني لو لحمه حمراء ومتاخده من جزئيه معينه في الذبيحه هتبقى احسن بكتير من اللحمه البقري، حتى لو متاخده، حتى لو اللحمه البقري متاخده من الحته برضه من نفس المكان ونفس القطعيه. دكتور مصطفى، عايز اسالك سؤال يعني كده بيؤرقني كتير. يعني المرعى، يعني احيانا بشوف خرفان ماشيه في الشارع تاكل اي حاجه، وخرفان بتتربى في المزارع وتتربى في الغيطان، تاكل الحشائش، تاكل يعني المرعى هنا بينعكس في صحه الاكل طبعا، في صحه طبعًا اللحمه طبعا، عشان نقطه مهمه جدا وعايز يعني اطمن من ناحيتها. طب اولا المواشي او الاغنام او البقر او العجول اللي بتتربى في مرعى مفتوح، في الاغنام اللي بتتربى في مرعى مفتوح على الحشائش والكلام ده كله، ومرعى مفتوح مش مرعى يعني مش بتاكل العلف اللي هو المصنع والكلام ده كله، المرعى المفتوح اللي هو بنسميها البرقي، الخرفان البرقي اللي هي في مرسى، اللي هي في الساحل الشمالي او في الصحراء او في الصعيد او الكلام ده كله،
بتتحرك ليه؟ شوف انا قلت لك في البدايه ايه، اللحمه بتاعت الفخده هي اكتر لحمه فيها بيتحرك منطقه الحركه منها، فما فيش دهون بتترسب فيها، اوكي. واللحمه بتاعت اللي هي الاغنام او اللي بتتربى في مرعى مفتوح بتبقى نسبه الدهون الغير مشبعه المشبعه فيها اقل بكتير بكتير من 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 الدهون المشبعه في المواشي او الاغنام اللي بتتربى في مرعى مقفول وبتعتمد على العلف المصنع. فدي طبعا بتفرق كتير جدا في طريقه اكلها وفايدتها الصحيه. فاحسن انك انت تشتري او تختار الاضحيه بتاعتك، او لما تيجي تاكل الغنم بتاكله من مرعى مفتوح مش من مرعى مقفول اللي هو بتبقى منطلقه في الصحراء وبتاكل حشائش وبتتحرك وبتجري كتير، لان نسبه الدهون اللي فيها في اللحم بتاعها بتبقى اقل بكتير من نسبه الدهون اللي في الـ في الـ في الـ في الحيوانات مثلا اللي بتتربى في مكان مقفول وبتعتمد في غذائها على العلف الصناعي. يعني ربما برضو دي برضو في النهاية دي صحية ودي صحية. أنا بتكلم على لا دي صحية أكتر، ما دي صحية ودي صحية، صحية أكتر بس من دي. دي نسبة الدهون اللي فيها عالية. بنتكلم في نسبة الدهون، بتكلم على بعض الأغنام اللي بنشوفها بتبقى في الشارع بتاكل ورق بتاكل أي حاجة. ده دي دي دي, دي لا يعني مدى صحة أكلها إيه؟ ما هو أصل ده روح وبتاكل زي ما أنت زي. هل الإنسان اللي بياكل أكل صحي زي الإنسان اللي بياكل عمال يعوق بياكل جانك؟ ما هو جانك اللي هو الجانك اللي هو الزبالة. هل الإنسان اللي بياكل أكل صحي زي اللي بياكل جانك؟ هل بقى ال 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 أو اللي بياكل فاست فود مثلا زي اللي بياكل أكل ما هو الجانك هو ما هو الفاست فود مسمينه جانك بره ليه؟ لأنه أكل قليل عديم قليل القيمة الغذائية وعالي السعرات الحرارية ويتخن. ده الجانك ويتخن هو ده بقى اللي حضرتك بتقول اللي هي الاغنام والكلام ده كله لما بتمشي تاكل في الزباله والكلام ده كله ما بتربيش لحم، بتربي دهون وبتربي مشاكل يعني حاجات جوه جسمها غير صحيه. فما لما تيجي تاكل لحمها ما تستمتعش بيه اولا، وفي نفس الوقت الحاجه الثانيه هيضرك نتيجه احتواها على كميه كبيره من الدهون. طيب بس اجي للذبائح الاخرى عايزين الطهي مهم قوي. ده لسه الطهي، لسه احنا نخش على الطهي. ما احنا صايمين النهارده فاحنا بنخلي الطهي شويه كده طيب الانواع الاخرى، الكندوز، البتلو، الابقار، العجول، الجمال، درجه اللحوم اللي هي مش متشبعه يعني الجمال مثلا. الجمال اقل دهون ايوه عموما بصفه صحيح. عامه ارجع للجمال هي اللي في الجمال صحيح اقل دهون. اقلها دهون ليه؟ لان الجمال بيتحرك كتير وبيمشي كتير جدا، فالدهون حتى الساتوريتد والانساتوريتد اللي موجوده في الجمال يعني الدهون المشبعه والغير مشبعه اقل بكتير من الـ من الـ من الـ من اللي موجوده في بقيه الحيوانات الثانيه. بس احنا كطبيعتنا احنا ما بنستغي ما يعني المصريين ما بيستسيغوش طعم لحمه الابل او لحمه الجمل. انا ما اعرفش هي اسعارها ايه، هل هم اسعارها غاليه عشان كده الناس ما بتحبش تاكلها ولا اسعارها ارخص؟ اسعار الجمال مش غاليه، اسعار لحوم الجمال مش غاليه ده اولا. ثانيا بيستغلوها كمان يعني الجمل الصغير ممكن يتاكل بيحب البعض بيحب اكله بس بيستغلوها اكتر في الكفته، في الكفته يعملوها كفته الرز في كفته الرز في الاقاليم والكلام ده بالظبط كده ماشي اوكي. بس هي كفته الرز اللي بيخليها تزود الوزن ايه؟ اللي هي السمنه والزيت اللي بتتعمل بيه مش الرز مش الرز واللحمه الجملي. نرجع برضه عشان ما نتوهش الناس عشان ناخدهم بالتدريج، يبقى اللحمه الجملي اقلها دهنا لان الجمل بيتحرك كتير. اكثرهم دهونا هي الحيوانات اللي ما بتتحركش كتير او حركتها بطيئه. يعني هتلاقي الجمل عشان بيتحرك كتير، بعدين الغنم عشان بيتحرك اسرع، صحيح. العجول بقى اللي هي البقر والجاموس والكلام ده كله حركتهم قليله قوي، فهتلاقي نسبه الدهن فيهم عاليه جدا او نسبه الدهون اللي موجوده في النسيج بتاع اللحمه او الدهون المشبعه اللي هي البيضه هتبقى نسبتها اعلى اللي بتبقى حوالين اللحمه. نرجع بقى ونروح للطهي. هل مستحب اني اخد على طول بعد الذبيحه ما تتذبح اخد اكل، ولا استنى شويه، ولا ابدا امتى مع التقسيم ده
السؤال والتقطيع. السؤال ده حلو جدا. يعني في بعض الناس اول ما بتذبح يقول لك يلا بقى ايه الناس قاعده ايه تذبح بقى، خد الرقبه اسلقها بقى. لازم تستنى 4 ساعات. 4 ساعات؟ اه لازم تستنى 4 ساعات. ولو هتجمد اللحمه لازم تبردها الاول. يعني في بعض الناس بتاخد اللحمه تقطع تروح حاطاها في الفريزر، ده غلط. لازم اللحمه بيسموها تتلبن الاول. لازم يعني في حاجه اسمها حمض. بص هقول لك على حاجه، الذبيحه لما بتيجي تذبح الحيوان، الحيوان بيقعد يرفص جامد وكده ويتنطر جامد كده، بيحصل له تشنج في العضلات. العضلات بتبقى متشنجه نتيجه ايه؟ انك ذبحته. في حاجه اسمها اللاكتيك اسيد بيبقى موجود في العضله فبيخليها ايه؟ متماسكه كده متماسكه. لازم تسيب العضله دي تفك بعد ما الذبيحه لازم العضله تفك، ما متخشبه. لما تيجي تسلقها هتلاقي حته حاجه جامده كده، مش هتلاقي بقى النسيج يعني نسيج اللحمه اللي احنا عارفينه وحته اللحمه بتتقطع كده، لا هتلاقي حته متخشبه كده، هيبقى طعمها وحش. مش هيبقى طعمها حلو. فانت لازم تسيبها تفك، لازم تسيبها تريح. دي بيسموها الجزارين بيسموها لازم تلبن اللحمه تتلبن، تلبن حمض اللبنيك اللي موجود فيها ايه؟ ينزل. ده مصطلح علمي بقى. تتلبن حمض اللبنيك اللاكتيك اسيد. يعني فاهم ده هو اسمه اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده هو اللي بيخلي العضله تقفش. لما حتى عند البني ادمين، يعني لما حد بيلعب كوره وبقاله كتير ما بيلعبش بتلاقي عضلاته كلها بتوجعه، عضلاته كلها بتقفش. القفشه دي هي حمض اللاكتيك اسيد بيترسب جوه جدران العضله فبيقفش العضله. بنفس الحكايه وانت والعجل بيتذبح بيقعد يرفص ويقعد يتنطط، فالعضلات عضلاته بتقفش. حمض اللاكتيك فيه ترسب حمض اللاكتيك جوه العضله ده بيخلي العضله تقفش ويخليها حته واحده. فانت عايز تستنى اما العضلات دي تفك. العضلات دي هتفك ازاي؟ انك تلبن العجل. يعني هتسيبها ساعتين او 4 5 ساعات في قبل ما تطهيها، قبل ما تعمل لها اي اكل، او تحطها في التلاجة في جو سائع كده، مش جو متجمد. يعني ما تحطهاش في الفريزر، تحطها في التلاجة تسقعها لمدة ساعتين، لمدة من 3 ل4 ساعات، او اسيبها بره التلاجة او اسيبها 6 ساعات بره التلاجة. 6 ساعات؟ 6 ساعات بس كده. تقدر تاكلها بعد كده هتلاقي طعمها كويس قوي. وما ينفعش تجمد اللحمة غير بعد ما تبردها. يعني لازم اللحمه تتبرد الاول بعد كده تتجمد. يعني ما ينفعش اللحمه تذبحها وتحطها في الفريزر. يعني سيبها 6 ساعات وحطها في الفريزر. بالظبط. او حطها ساعتين في التلاجة تحت. ساعتين في التلاجة تحت تاكلها بعد ساعتين. بعد ما تذبح على طول حطها في التلاجة بساعتين من تحت ولا تاكلها بعد ساعتين. او تحطها بعد يعني تحطها في الفريزر بعد كده. لو ما فيش تلاجة سيبها من 4 ل6 ساعات. اي حته في الذبيحه، اي لحمه، اي لحمه بصفه عامه، اي لحمه يعني كل لا الكبده لا الكبده لا الكبده يعني ممكن تاكلها في ساعات. ده وضع تاني ده بقى. لا الكبده لا ممكن تاكلها. عشان كده هو المصطلح انك بتذبح ذبيحه ممكن تاكل الكبده على طول. اي حاجه، لان الكبده مش عضل. انا بتكلم على اللحمه عضل. الكبده مش عضل، الكبده اورجن. الاورجن يعني عضو من اعضاء الجسم، مفيش مشكله منك انك مفيش مشكله انك تاكل. بتكلم على الاجزاء العضليه، الاجزاء العضليه هي اللي بتتبسط او اللاكتيك اسيد بيخش في خشبت بقى فبتتخشب. فلازم تسيبها اما تفك وتريح. نرجع تاني، انا عايز برضو ارجع اتكلم على الفوائد بتاعه اللحمه. يعني مكوناتها ايه؟ اللحمة الضاني فيها سيلينيوم. احنا قلنا السيلينيوم، نسبة السيلينيوم اللي فيها عالية قوي، اكتر من اللحمة البقري. انا بعمل مقارنات بين اللحوم يعني وبعض. مضادات الاكسدة مضادات الاكسدة ومضادات الشيخوخة في اللحمة الضاني اعلى. اللي عنده زهايمر واللي عنده بوادر زهايمر اعلى حاجة في اللحمة ياكل كده. نسبة الفيتامين بي موجودة في اللحمة الضاني اعلى. نسبة البروتين في اللحمة البقري والجاموسي اعلى من اللحمة الضاني. نسبة البروتينز اللي الجسم بياخده منها، لا بتحت البقري والجاموسي فيها نسبة بروتين اعلى. الحديد، كل ما هو لونه احمر فيه نسبة حديد عالية. يعني دي حسب نوع قطعة اللحمة اللي هتاخدها من الذبيحة، سواء كانت في الخروف او البقرة او العجل. كل ما لون كان لونها احمر اكتر كل ما كانت بتحتوي على نسبه حديد اكتر. يعني اللحمه الضاني الحمراء فيها نسبه حديد اكتر.
اللحمه الحمراء فيها نسبه حديد اكتر، يبقى نسبه الحديد فيها عاليه. طب فيتامين بي 12 ومجموعه فيتامين بي دي بتفيد ايه في اللحمه؟ بتفيد اللحمه ان هي بتخليها صحيه، ان هي ما بتخليش التاثير الضار بتاع البروتينز اللي بعد ما بيحصل له تمثيل غذائي جوه الجسم بيخلف ماده اسمها هيموسيستين. الهيموسيستين دي ماده مضره جدا بالاورده والشرايين، وهي اللي بتسبب مشاكل للقلب والكلام ده كله. فمجموعه البي 12 ومجموعه بي 6 وبي 9 وبي 1 وبي 2 الكلام ده كله بتقلل اضرار الهوميسيستين اللي موجود في اللحمه الضاره. ده الاعصاب كمان. الاعصاب. يعني عايز ارجع لنقطه مهمه تانية، واحنا بنتكلم عن اللحوم وبنتكلم عن فكره الطهي وفكره اكل اللحمه وفكره الاماكن المهمه جدا، حتى برضو في الابقار وفي العجول برضو فكره ان الوش الفخده ده برضو بيحتوي على دهون قليله. بص الجزء اللي بيتحرك انت تملي كله، خد الجزء اللي بيتحرك. خد الجزء اللي بيتحرك في الذبيحه كل من عنده، يعني ما تاخدش من الجزء الثابت. لحمة البطن مثلا أقل سعر وأقل جودة في اللحم كله. ليه؟ لأن بتحتوي على نسبة عالية من الدهون. لحمة البطن عشان كده هتلاقي في العالم كله أقل سعر لحمة في العالم كله اللحمة بتاعت البطن. بتاع البطن. ليه ما بتتحركش؟ ما فيهاش يعني اللحم البطن ما بتتحركش. الأغلى لحمة لحمة الفخذ، لحمة الفخذ والجزء الأمامي بتاع اللحمة اللي هي الرقبة والدراعين. اغلى حاجه بقى الجزء الخلفي اللي هي بتتحرك بيه، ده اغلى حاجه. ليه؟ لان نسبه الدهون فيه قليله قوي. يعني اغلى حاجه الخلف، ارخص حاجه البطن، بعد كده الاسعار العاديه او اللي في متناول الجميع اللي هي الرقبه ومنطقه الدراعين. فالاحسن ان احنا يعني عشان كده احنا بنقول الناس اللي هي عندها مشاكل صحيه تاكل لحمه من منطقه لحمه الفخذ او اللحمه اللي موجوده في منطقه الفخذ، ودي احسن بكتير جدا من اللحوم بتاعه البطن واللحوم بتاعه الايه الجزء الثاني. مع اتصال تليفوني مع الاستاذ حاتم قاضي المتحدث الرسمي لوزاره الحج السعودي. استاذ حاتم اهلا بيك. اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله جميعا. سعداء بك على شاشه قناه الناس، وكل سنه وحضرتك طيب. يا مرحبا. والصحه والسلامه للمستمعين اجمعين. وسعداء بكل ما تقدمه المملكة العربية السعودية من عناية ورعاية لوفد الله ولوفود الله ولضيوف الرحمن عندكم. كيف تقرؤون هذا المشهد، وكيف يعني نفهم أكثر وأكثر كل هذه الخدمات وكل هذه العناية وكل هذه الرعاية لوفد ولحقيقي بيت الله؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة القلب مملوء بالتعبير واللسان يعجز عن التصوير للمشاعر الفياضة التي تفيض بها قلوب حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة. هنا من صعيد عرفات يقف الآن بقلوب يملأها الخشوع والتذلل والخضوع لله تعالى أكثر من 2 مليون حاج في صعيد عرفات المبارك. ملأ الحجاج ساحتها بوجوه سمحة غرري، الله، والتقوا من كل ناحية عبرة من أعظم العبر، الله، ذاكرين اليوم تم لكم دينكم في أروع الصور. قوافر الحجاج الكرام قد اكتمل وصولها إلى صعيد عرفات مع أذان ظهر هذا اليوم المبارك، والجميع الآن يهللون ويكبرون ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا. وزارة الحج والعمرة التي تشرف على خدمات الحجاج الكرام طبعا فيما يتعلق بمخيماتهم، فيما يتعلق بنقلهم، فيما يتعلق بإسكانهم، فيما يتعلق بعقود الإعاشة، كل الخطط الحمد لله نفذت بأعلى معدلات أداء جيدة. وهناك برامج خاصة لقياس أداء رضا حجاج بيت الله الحرام أيضا تسير في اتجاه ممتاز. هناك رقم وضعته وزارة الحج هاتفي لتلقي أي استفسارات لحجاج بيت الله الحرام. الرقم هو 800-430-4444. مرة أخرى
برقم مجاني 800 430 4444. بطبيعة الحال الحجاج الكرام نقلوا إلى المشاعر المقدسة بأكثر من 21,000 حافلة بجانب قطار المشاعر المقدسة الذي نقل إلى صعيد عرفات حوالي 350,000 راكب. يعني الحقيقة لا نستطيع أن نأتي بهذه العجالة على الخدمات التي تؤديها وزارة الحج والعمرة لحجاج بيت الله الحرام بكل سعادة وبكل فخر وبكل اعتزاز، لأن المملكة العربية السعودية جمدت كافة طاقاتها وحشدت كل إمكاناتها من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام، بدءا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وانتهاءا بأبسط يعني مسؤول وشخص في هذا الوطن الكبير الذي يتشرف بتقديم خدمات الخدمه لضيوف الرحمن. ونشهد يمكن عبر المشاهد الصحاتم بنشوف رجال الامن السعودي بهذه الحميميه وبهذا الود الجميل، وهم يعني بعض زجاجات المياه يفرغونها على الحجاج وهم ماشيين عشان يرطبوا الجو بشكل جميل ورائع، وعنايه حلوه قوي وقرب ومريبين جدا من الحجاج بيساعدوهم في كل حاجه. خليني اروح لنقطه ثانيه وهي يعني ما لمحته في مستهل كلام سعادتك، وهو الشعر والجمال ويعني المشهد بكل ما فيه من روحانيات. يعني بودك أن تسمعنا بعض أبيات الشعر في هذا المحفل الجميل والرائع. طيب مرحبا. إحنا حقيقة المملكة العربية السعودية وأبنائها وكل المقيمين على أرضها يشعرون بفرح غامر وهم يستقبلون الحجاج الكرام ويسهموا ويتشرفون بخدمتهم. الأبيات تقول أهلا وسهلا بالحجيج ومرحبا، أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، وفد الإله أتى من الأنحاء شعثا وغبرا يرتجون إلههم عفوا وغفرانا بكل رجاء، ولخدمة الحجاج نبذل جهدنا، شرف السقاية نعمة بهناء، وطوافهم بالبيت نخدمهم به بمحبة وسكينة وصفاء. هذا هو التصعيد، شمر يا فتى وابذل وجد بهمة علياء، من بعد ذلك نفرة بسكينة، ومع الإفاضة دعوة ببكاء. يا سعد من فازوا بعبرة حسرة وبتوبة غسلت جميع شقائي، فاسمع كلام الله في عليائه، إني غفرت ذنوبكم بعطائي، واحرص على رمي الجمار تأسيا بالمصطفى وبهديه الوضاء، وعليك بالتفويج فالزمه غدا لتطوف حول البيت دون عناء، وعليك إكرام الحجيج فإنهم وفد الإله الحق بالآلاء، فافسح لهم في القلب تلقى مفرة، والله يجزيكم بخير جزاء، مستشعرا تعظيم من حجوا له، فهو الكريم وأرحم الرحماء، من عامل الحجاج بالحسنى غدا يلقى من المولى عظيم جزاء، ولخادم الحرمين خير تحية ممزوجة بمحبة وولاء، فمطاف بيت الله يشهد فعله، والجهد فيه مشاهد للرائي، ومشاعر ومآثر قد عمها بعناية ورعاية وعطاء، ويعينه بالحق نائبه على إكرام وفد الله بالنعماء، ولكل من خدم الحجيج بنية، فالشكر موصول له بسخاء، فتوجهوا بالشكر، يحفظ دينكم ويعيدكم ربي عضال الداء، يا رب في قلب المرجي حاجة فاسمح لها يا خالقي بقضائي، حسن الختام وتوبة لأحبة خدموا الحجيج بسائر الأرجاء، وكرامة لضيوف بيتك ربنا كي يرجعوا صفرا من الأخطاء، ثم الصلاة على النبي وآله، ما عبرة سالت كقطر الماء، وعلى الصحابة كلهم يا ربنا ما سار ركب الحج بالبيداء.
صلى الله عليه وسلم. بشكرك أستاذ حاتم قاضي المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالسعودية، بشكرك شكرا جزيلا، وتحية لكل المملكة العربية السعودية ولكل الحجاج ولوفد الله ولضيوف الرحمن هناك. أرجع للدكتور مصطفى يعني، بس قبل ما ونرجع تاني عشان نكمل هذا الحوار حول التغذية السليمة في الأيام المقبلة، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم وأهلا بالدكتور مصطفى ساري، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والسادة المشاهدين كلهم بخير. ونرجع بقى لموضوع الاكل، ناكل ازاي بقى احنا؟ خلاص احنا اطمنا ازاي نبدا نتعامل مع الذبيحه، ازاي نتعامل مع اللحم، حته في اللحمه نختار حته، نروح للشواء للطهي، نسوي ازاي اللحمه، ناكلها ازاي؟ احسن طرق طهي للطعام ايوه الشوي طبعا، بس الشوي مش على نار مباشره، ومش على نار يعني على جمر، ويكون الفحم نباتي مش حجري، لان الفحم الحجري بيطلع مواد سامه ممكن تزود لي المشاكل الصحيه. الفحم سريع الاشتعال ده اللي بنقول عليه، سريع الاشتعال ده بالظبط كده. الفحم النباتي فحم الخشب يعني، الخشب العادي بتاعنا وتبعد تبعد اللحمه كتير قوي، مسافه بعيده عن الفحم، ما يبقاش متعرضه ليها مباشره، وتشيل منها الدهن قبل ما تشوي. رغم ان الدهن هو اللي بيخلي طعم اللحمه حلو. عارف انك هتقول لي الدهن وريحه الدهن بتخلي ريحه الشوي، بتخلي ريحه الفحة. ممكن تخليه بس ما تحرقوش، ما تخليهوش يسود، ما تاكسدوش. الاكسده دي الكربانه بتاعت لما بتخلي الدهن اسود ممكن تسبب له مشاكل. لذلك خلوا بالكم، نرجع مع الدكتور مصطفى عشان يحد، سواء في العيد بقى او بعد العيد او في الحاجات المحروقه دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. الحاجات السوداء اللي بتسود يعني نتيجه التعرض لنار، دي كربون كربون اوكسايد، بتحصل لها اكسيد يعني بتتاكسد وبتتكربن. المواد دي كلها مواد مسرطنه، تعدل سرطانات قولا واحدا. يبقى اللحمه لازم نتبلها بالخل والليمون عشان تبقى طريه، وعشان نساعد ان هي تستوي بسرعه نقطعها حتت صغيره عشان ما خليهاش تقعد على النار لفتره طويله. يعني ما ينفعش تجيب حته لحمه قد كده وتحطها في سيخ وتقولها شوي، هتشوف قد ايه هتعرضها للنار قد ايه. انا عايز اتعرض للنار دوت، ان حته اللحمه تتحط وتستوي بسرعه، تتعرض للنار وتستوي بسرعه، ما تبقاش يعني ادي الشوايه اهي، الشوايه السيخ او ما تبقاش مباشره، ما تبقاش المسافه كبيره. لا تبقى المسافه كده على الاقل، تبقى المسافه عاليه قوي، مسافه كبيره. لا ما هو انت لازم هتسخن الفحم قوي عشان توفر المحيط اللي هو بتاع الشوايه يبقى سخن جدا، وما تعرضش اللحمه لنار مباشره، فالمسافه تبقى كده. روح حتى بص عند الكبابجيه هتلاقي اللحمه اللي بتستوي وما بتتحرقش عندهم، هتلاقي بتتسوى بالطريقه دي، هتلاقي الشوايه بتاعت الكبابجيه كده، هتلاقي المسافه بتبقى بعيده بين الشوي وبين بتاع، بس هو بيبقى مولع النار بتاعته من بدري. الحاجه الثانيه احنا قلنا الطريقه الثانيه اللي هي السلق، او ان هي تتحط في صينيه وتخلى منها الدهون كلها، وبرده تتحط في الفرن وما تتعرضش للنار لفتره طويله. السلق برضو من الطرق الكويسه في عمليه طهي اللحوم الضاني او اللحوم البارد. طب قبل ما نخش في السلق، طيب انا الفرن بتاعتنا بتاعت زمان البوتاجازات العاديه بقى اللي من دي أو فرن البوتاجاز، الفرن البوتاجاز النار بتاعتها ايه؟ ما هو ما هو دي صحيه ولا مش صحيه؟ ما هي دي مش نار مباشره، مش نار مباشره، مش نار، ما بتخشش في يعني دي درجه تسخين عاليه جدا. ايوه اوكي، بتحط فيها اللحمه، بتنزل بتسويها وبتنزل منها الدهون اللي بتبقى موجوده فيها، فبرضه دي مفيده. اللي مش مفيد الميكروويف على فكره، ده المشكله الكبيره، ده المشكله الكبيره من العناصر، هو ده يعني ده احدى وسائل الطهي الغير صحيه الميكروويف. ده كل خبراء التغذيه بيحذروا من فكره الميكروويف، يعني في لحظه بيبقى الطبق بس هو اللي سخن، اللي حواليه ساقع بالظبط. السلق مهم جدا، ان احنا ما نحطش اللحمه ونغلي بيها الميه. انا اغلي الميه الاول واحط اللحمه بعد ما تتغلي. ليه؟
عشان ما 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 اللحمه ما تتعرضش للنار فتره طويله وتفقد قيمه غذائيه كتير قوي، تفقد كثير من العناصر الغذائيه اللي موجوده فيه. وبرده قطع صغيره مش قطع كبيره، قطع صغيره عشان تستوي بسرعه، عشان ما تقعدش تاخد وقت طويل. انا النار بتضيع لي الفيتامينات، يعني معظم الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في الاكل النار بتضيعها، او النار بتتخلص من عناصر كتير غذائيه. انا مش او السخونيه، انا مش عايز اخلي العنصر الغذائي اللي انا هاكله يتعرض لدرجه حراره عاليه لفتره طويله، عشان ده في معادن، في مواد اساسيه، في عناصر غذائيه هامه. النار مش عايزها بالشكل ده، النار بتفقد هذه القيمه، بتفقد القيمه دي. فعشان كده بنقول نغلي الميه جدا، نغلي الميه لفتره شويه وبعد كده نحط فيها اللحم. يبقى كده وجود اللحمه في الميه هيبقى مش لفتره كبيره او على في حراره، مش هيبقى لفتره كبيره، وهقدر احافظ على القيمه الغذائيه بتاعتي. مهم جدا بقى وانا باكل، بقى احنا كده قلنا ثلاث طرق بتاعه الطهي. وانا باكل هاكل ازاي؟ يعني الاكل اللحوم اللي انا هاكلها ديت هاكل ازاي اللحمه وهاكل جنبها ايه؟ عشان استفيد بالقيمه الغذائيه بتاعت اي بروتينز او اي لحوم هاكلها لازم يكون جنبها كربوهيدرات، لازم يكون جنبها نشويات. ليه؟ انا بتكلم مش انا بتكلم كلام جنرال، مش للناس اللي هي بتعمل ريجيم وعايزه تنزل وزنها، انا بكلم كلام ليه انا تملي الناس ارتبط انك انت تاكل لحمه ورز او لحمه وفته يعني صح كده، او لحمه في عيش او رز ما اعرفش، او اللحمه جنبها خضار او اللحمه جنبها. ليه ارتبط بالرز باللحمه؟ لان البروتينز ده عنصر بنائي وفي عناصر غذائيه كتيره جدا. الرز عنصر بيطلع طاقه مش بنائي. الجسم لما ما بتديلوش عنصر يطلع طاقة هيستخدم البروتين ده للطاقة مش هيستخدمه للبناء. عشان الجسم يستفيد بالبروتين بكل العناصر اللي موجودة في اللحمة وما استخدمهاش كعنصر يطلع لي طاقة، يبقى لازم احط معها نشويات. يبقى الفتة الصبح أيوة. في الفطار بتاع العيد كمية معقولة جدا مع حتتين لحمه كده كويسين. حتتين لحمه قد ايه؟ عشان بس انا ممكن إيه؟ حتتين لحمه قد ايه؟ انا لحظه خلينا معانا ام عمر على التليفون نشوف سؤالها. ام عمر اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانت طيب. ازيك يا استاذ حسن؟ يا اهلا يا ام عمر. تحياتي للدكتور مصطفى. الله يخليك يا حاجه. اهلا بيكي اهلا بيكي. كل عام وانتم بخير. وانت بالصحه والسلامه. وهني قناه الناس بعيد الاضحى المبارك. اهلا بيك يا فندم اهلا بيك، كل سنه طيب. كل عاملين في قناه الناس على عرفات ان شاء الله يا رب يا رب، صحبه جمعا ان شاء الله يا استاذ حسن. نعم وكل صحبه معاكم يا رب يا رب، صحبه جمعا ان شاء الله يا ستي صحبه. شكرا يا معلم. ادعيلي بقى النهارده في وقفه عرفات يا استاذ حسن، ربنا يشفيني. ربنا يشفيكي ويلبسك ارضيه وحلل العافيه يا سيدتي، ربنا يشفيكي ويعافيك يا حاجة أم عمر. وادعي لنا يا حاجة أم عمر دايما. مش عايزة تسألي حاجة للدكتور مصطفى ولا لأ؟ وبدعي لأهل الخير كلهم اللي وقفوا معايا يا رب يا رب. بقول لك مش عايزة تسألي الدكتور مصطفى حاجة عن الأكل. أيوه هسأله. اتفضلي اسألي. اتفضلي يا حاجة. أنا 73 سنة يا دكتور. ربنا يديكي طولة العمر يا رب. ده أنت اللي تدعي لنا بقى، أنت اللي تدعي لنا. من قلة الحركة بقى أكيد ما بتتحركيش كتير. أنا عشان عندي كسر فخدي وكده ما بقومش. لا ألف سلامة عليكي، ربنا يقومك بالسلامة. فآكل يعني لحمة، ممكن آكل لحمة مسلوقة؟ طبعا تاكل لحمة مسلوقة وتاكل لحمة مشوية، بس ما تتقليش. على فكرة احنا يعني أنت ممكن تاكلي، احنا دول يومين عيد، يعني احنا يعني اللحمة اللي بتمنع بكميات كبيره دي طول السنه للناس اللي هي عندها مشاكل في الكلى او عندها مشاكل كوليسترول او عندها مشاكل الكلام ده كله. لكن انت يعني احنا في العيد يعني يومين مش هيعملوا اي مشاكل، ممكن تاكلي طالما هتاكلي بكميه معتدله وطالما هتاكلي بطريقه يعني هتطبخيها بطريقه كويسه بطريقه صحيه. استمتعي في العيد وكل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليك يا رب. وادعي لنا يا حاجه ام عمر ربنا يديك الصحه. نرجع تاني بقى الرز بقى جنب الفته. ليه الرز عنصر بيطلع طاقة؟ يعني النشويات، النشويات بتولد الطاقة لجسم الإنسان، لو أنت محتاج طاقة بتديها لك. لو مفيش نشويات
وبتاخد بروتين بس. البروتين بدل ما هو هيبقى عنصر بنائي وبيديك عناصر الفيتامينز والحديد والكلام ده كله، هيتحول لعنصر ايه؟ لتوليد الطاقة وليس للبناء. فعشان كده لما عايز تستفيد بفوائد البروتينز او اللحمة بصفة عامة، لازم يبقى جنبها معلقتين رز او معلقتين فتة. طب كمية اللحمة اللي هتاخدها في رمضان او في اول يوم العيد كمية قد ايه؟ يعني الناس هتقول لك يعني حتة اللحمة اللي هي بيقول عليها قد جسمك، او كل كيلو جرام من جسمك يساوي 1 جرام لحمة، قد علبة الكوتشينة. قد الكوتشينة يعني، لو هات الكوتشينة كده هي ده منابك في اللحم. المفروض ده الطبيعي في اليوم العادي الطبيعي، لكن في العيد مش هنقدر نقول كده. يعني في العيد يعني الناس عايزه تاكل استثناء في العيد. يعني في اللي ما احنا قلنا يعني اليومين بتوع العيد دولت مش هيعملوا لنا مشاكل. اللي هيعمل مشاكل ان انا هستمر على الكلام ده لفتره طويله. وعموما اللحمه غاليه، فما حدش هيستمر يعني احنا لازم نوفر في حاجات تانية، ناكل اكل طريقه اكل صحي بطريقه تانية. يعني ننوع بروتيننا من مصادر نباتيه اكتر ما ناخده من مصادر حيوانيه. ورخصه اللحمه شويه برضو، يعني ما تخلي الناس برضو في خلاها ترخص عشان الناس ما تتعبش برضو. مش عايز الناس تاكل لحمه عشان الناس ما تاكلش كتير يعني صحيا. هو كام قطعه لحمه مثلا في الاسبوع؟ الناس تستمتع في العيد لان ده عيد اللحمه. العيد دوت الناس كلها في تكافل اجتماعي، في ناس ما بتاكلش لحمه طول السنه فتقدر تاكل وتستمتع بيها الفتره ديت، وفي ناس بتاكل لحمه طول السنه عادي مش هتفرق معاها خالص. فالكميه المحدده او الكميه المعقوله او الكميه المكننه يعني بتاعت اللحمه عاده بتبقى قد الكوتشين، حته قد الكوتشين، قد كفه ايدك. يعني كل واحد يشوف كفه ايده قد ايه وياخد على حاجه. يعني انا كفه ايدي غير كفه ايدك، انا حجم جسمي غير حجم جسمك. فكل واحد ياخد على حجم قد كفه اليد، حته لحمه قد كفه كده. اليد ده كويس، انت حظك كويس كفه ايدك كتير هتاكل كبيرة. كتير زي شويه كاستيك زي شويه كاستيك وبنفس السمك بنفس السمك يعني برضو ما هو مش صغيره يعني الحمد لله. انا بس نتخلص من الدهون اللي فيها يعني الدهون البيضة دي. طب مش الشوي ده بيخلصنا من الدهون لما يكون مثلا انا بعيد انا بشوي بعيد عن النار وبالشكل بش، مش الشوي ده بيصفي الدهون اللي فيها؟ الشوي ده بيصفي الدهون يعني، بس برضه بيستيل بيبقى فيها دهن، بدليل انك انت لو جبت حته اللحمه دي وحطيتها على هدومك هتبقعها. صحيح، ما هي البقعه دي هي الدهون. احنا الناس اصلا بتاكل الدهن اللي بيتحرق دوت، بيقول لك ده طعمه حلو قوي يعني في اللحمه. ده الناس بتستمتع بيه احيانا يعني بالظبط كده. بيقول لك ده طعمه حلو جدا يعني فبتاكلها بيقول لك دهن حته لحمه فيها محرفه كده بتبقى اسم. وبره على فكره في بره بيعملوا كده برضو، يعني مش هنقول برضو ان احنا عندنا عاداتنا الغذائيه كده، لا بره كده يعني لو انت سافرت امريكا والكلام ده كله بيجيب لك الستيك فيه دهن برضو، بيجيب لك الريب اي ستيك برضو بيبقى حارق الدهن والناس بتاكله وبتحبه يعني. طب الشوربه القيمه الغذائيه للشوربه، هل الشوربه بكل ما بنشوفه ده والدهون بتنزل فيها طبعا فيها يعني سعراتها الحراريه عاليه جدا. يعني السعرات الحراريه للشوربه اللي فيها دهون اللي معموله فيها لحمه، لان كل دهون اللحمه دهون المشبعه والغير مشبعه نزلت في الشوربه. ايوه هي دي النقطه بقى. ايوه الدهون بقى ممكن بقى من الشوربه اوصف لك اشرح لك حته الدهون المشبعه دي ازاي. الشوربه بيبقى فيها بهاريز لحمه كده، الشوربه دي قلقاني انا من زمان اقول الشوربه دي يعني فيها الدهون كلها. مش الشوربه دي فيها بهاريز لحمه كده؟ طبعا فيها حته دهن كده. صحيح، حتة الدهن دي الدهون الايه المشبعه. عارف بقى الدهون اللي هي الميه بتاعت الشوربه بيبقى فيها نقط صفرة كده دهن. أيوة دي أيوة. دي الدهون الغير مشبعه. طب افصلهم ازاي؟ مش هتفصلهم هذا مش هتفصلهم، انت هتشربهم الاثنين. انا عايز افصلهم. طيب انا عايز اوصف لك الفرق بين الدهون المشبعه اللي هي كتل الدهن اللي بتبقى موجوده في الشوربه، بتلاقي كتل دهن كده، دي الدهون الغير يعني الشوربه ما فيهاش كتل دهن وفيها الدوائل الصفراء دي مش مفيده برضه، لان ده دهن برضه. ده سعرات يعني. هو الدهن دهن، انا بكلمك الدهن دوت بيحتوي على عناصر غذائيه صحيه، والدهن ده لا يحتوي على عناصر غذائيه صحيه. الدهن دوت يسبب مشاكل كوليسترول ويسبب زياده الدهون في الدم، الدهن دوت هيسبب نفس الكلام بس بكميه اقل. حطينا ليمون، طيب ايه المش اللي يفرق؟ هيبقى طعم الاكل حلو لكن مش يعني هيقلل الدهون، مش هيمنع امتصاص الدهون. كويس انك اثرت النقطه دي. انا عايز استفيد بالقيمه الغذائيه للحمه. صحيح، اكل بقدونس، الليمون هيخلي جسمي يمتص الحديد. أيوة اللي نقطة موجود في اللحمه دي مهمه جدا. فكره امتصاص الحديد في الحديد لازم اكل له حاجه فيها فيتامين سي ويحول من اف كذا لاف كذا. فيها فيتامين سي. الفيتامين سي عموما بيساعد على امتصاص جميع انواع الحديد في الجسم،
الفيروتونين كله اللي هو ايه؟ اللي هو البقدونس الليمون الفيتامين سي. الفيتامين سي ده موجود فين؟ موجود في الليمون وموجود في البرتقال. طب موجود بصوره كبيره فين؟ موجود في الخضر، موجود في السبانخ، وموجود في البقدونس. ليه معظم الكبابجيه لما بتيجي تاكل كباب وكفته بيروح حاطط لك تحتها بقدونس؟ بعض الناس يقول لك ايه؟ عشان يمتص الدهون. لا لا، عشان يزود امتصاص الحديد اللي موجود في الكباب والكفته دوت، جسمك يمتصه. بص للكباب والكفته لونهم ايه؟ لونهم لون الحديد. لون الكباب زي لون الحديد، ولون الكفته زي لون الحديد. ده دليل على انها بتحتوي على كميه حديد كبيره. لون الاكل نفسه بيقول لك هو بيحتوي على ايه. طب هو مجرد وجود البقدونس تحت اللحمه كده، ولا لازم اكل انا بقدونس؟ لا كله يعني. لا بس في ناس ما بتاكلش البقدونس على فكره. لا في ناس بتاخد بس اللحمه وتسيب البقدونس. لا انت، انا بتكلم ايه، انت ليه بنقول تاكل بقدونس لما تيجي تاكل لحمه ضاني او لما تيجي تاكل لحمه بصفه عامه؟ عشان ازود امتصاص الحديد. الحاجه الثانيه ليه؟ البقدونس فيه الياف غذائيه، الياف خشبيه والياف ذائبة أو قابلة للذوبان، اللي هي البكتين والألياف الصلبة. الألياف الصلبة دي بتساعد على عملية الهضم اللحمة، والألياف القابلة للذوبان بتساعد على عدم امتصاص الدهون. لا ما أنا بقول لك بقدونس في الدم. ليه؟ بقول لك ليه بقدونس من الناس ما تاكلوش مجرد وجود البقدونس في الطبق كده هو بس بيساعد على العملية دي؟ لا ده أنا متخيل حاجة تانية. متخيل وأنا بتعامل إن أنا لازم أفرش المعدة في الأول بقدونس قبل ما أنزل أو قبل آكل اللحمة. ده صحيح؟ يعني آكل شوية بقدونس قبل اللحمه؟ بص قبل اللحمه او بعد اللحمة او في وسط الاكل او بعد الاكل مش هتفرق، انت هتاكلهم. المهم هيكون في فيتامين سي موجود مع اللحمه اللي هتتاكل. لان كتير مننا بيجي طبق الكباب الكباب ومعاه البقدونس ما بيسالش في البقدونس خالص، بياكل الكباب ويسيب البقدونس. ما هو يفضل انك لو هتعمل سلطه حط فيها بقدونس. لو انت مش مستصيغ البقدونس انك انت تاكله كده حاجه خضراء، لا هات سلطه، هات سلطه وزود فيها كم البقدونس اللي فيها. عموما لابد من تناول الخضار مع اللحوم او الكربوهيدرات قبل او بعد، قبل او بعد او في الوسط او مع ليه؟ انا عايز ازود القيمه الغذائيه بتاعت الوجبه الغذائيه بتاعتي في العيد، يعني يبقى فيها كل العناصر اللي جسمي محتاجها. ما فيش نصيحه كده قبل ما ننتقل الى فقره تانية بقى ونشكرك على كل هذه النصائح؟ ان الناس تخس ازاي بعد العيد، يعني بعد العيد بعد العيد في ناس كتير قوي هتبوظ الرجيم، وناس كتير اللي هم عاملين رجيم، وناس كتير قوي ممكن وزنها يزيد، وفي ناس كتير قوي داخله مدارس وداخله جامعات وهتقول لك انا نفسي اخس شويه قبل ما ايه، قبل ما ابدا. فهنقول لهم رجيم يبداوه بعد العيد ويتناسب مع مكونات اللي هتبقى موجودة في التلاجة بعد العيد. مكونات العيد ايه؟ لحمة. فانا هندي هاي بروتين دايت. هاي بروتين دايت ده اللي يعني قبل ما اي حد هيتبعه هيستشير الطبيب المعالج بتاعه طبعا، يعني لو حد مريض سكر، مريض قلب، مريض كوليسترول، مريض ضغط، الكلام ده كله لازم يستشير الطبيب. لكن لو محدش عنده مشاكل صحية، البرنامج اللي انا هقوله ده ممكن ينزلك الزيادة اللي انت زدتها في اجازات العيد او اجازات وبنحاول نتحرك على قد ما نقدر. الشاي والقهوة زي ما احنا عايزين بدون سكر طبعا، مسموح باستخدام بدائل سكر. منتجات الألبان والديري برودكتس عموما اللي هي الجبن والحاجات البيضة ممنوعة. أي حاجة ما قلناهاش في
في الثلاثة ايتم في الوجبات اللي احنا قلنا، احنا قلنا افطار، قلنا بين الفطار والغدا، قلنا غدا، قلنا بين الغدا والعشاء، قلنا عشاء، اي حاجة ما قلناهاش في السيستم دوت المفروض ما قربش ناحيتها. بنمشي عليه لمدة اسبوع، الوزن اللي احنا زدناه في العيد وزدناه في الاجازات بنقدر نتخلص منه من 3 ل 5 كيلو. بشكرك على كل هذه النصائح ودكتور مصطفى ساري خبير التغذيه العالمي، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب وفي صحه وسعاده وعيد سعيد عليك وعلى كل المشاهدين. طيب. فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا.